اكتشافات وابتكارات تتوصل إليها بين الحين والآخر الولايات المتحدة الأمريكية، لكن المفاجأة تكمن في الرصد لأشياء غريبة ومركبات فضائية وكائنات لا تسقط إلا على أرضها فقط. فاللحظات الحاسمة باتت على بعد خطوات لظهور هذا الكائن الغريب بولاية لاس فيغاس. فما القصة؟ من أكثر الدول التي لطالما تحدث ضجة بين الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بسبب اكتشافاتها الفضائية المبهرة، فتسمع ذات يوم أنها اكتشفت حطاماً لمركبة فضائية، فهذا أمر عادي ليس بالغريب. لكن المفاجأة والإبداع الذي تجسد في المشهد هو أنه يوجد بهذه المركبة قائديها في كابينة القيادة رغم تحطمها. فمع استمرار الاكتشافات نسمع أن الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفت كائناً فضائياً لا يوجد بأي مكان في العالم إلا بولاية من ولاياتها. فالمفاجأة التي باتت على بعد لحظات للظهور للنور بأن الكائن لا يرتدي ملابس وظهر بلاس فيغاس. لا تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن إحداث ضجة عبر منصات التفاعل الجماهيرية بين الحين والآخر، فها هي تفاجئ الجميع بظهور كائن فضائي على سطح كوكب الأرض في ولاية لاس فيغاس. كائن فضائي لا يرتدي ثيابا، يتنزه في وسط الظلام الدامس على ظهر الكوكب الأكثر معيشة بين الكواكب الأخرى. فعدسات كاميرات المراقبة التابعة للسلطات الأمريكية تعلن المفاجأة للقاسي والدعني. مقطع مصور أحدث ذهولا للمتابعين عبر مواقع التواصل بعدما نشرته السلطات الأمريكية، فانقسم النشطاء بين ساخر وآخر يحاول البرهنة على حقيقة الفيديو المسرب. ضجة عارمة بعد نشر هذا الفيديو الذي صورته إحدى العائلات وتداولته السلطات الأمريكية بولاية لاس فيغاس، فها هم المتابعون يسخرون من حب الكائنات الفضائية للولايات المتحدة الأمريكية. آخرون سلكوا سبيلا آخر للسخرية من الكائنات الفضائية التي لا تحب أن تهبط في أي مكان إلا بالقارة الأمريكية، فها هم يشاهدون الفضاء وتتجه سهام الحب إلى قلوبهم بعشق الولايات المتحدة الأمريكية، فيسقطون عليها من بين دول الكوكب كافة بحسب تعليقات المغردين. انتقادات واسعة وجهت لهذه الأفعال المتكررة التي ينشرها مغردون بالولايات المتحدة الأمريكية ويريدون من خلالها جذب المشاهدين وإثارة ضجة في أوساط العالم. فبعض المتابعين لتلك الفيديوهات والأنباء التي تنشر من الولايات المتحدة وصفوها بأنها أصبحت قصصا مستهلكة ومتكررة بين الحين والآخر، لكن البيت الأبيض بوصفه المختص ببيان حقيقة تلك الأشياء يعلن المفاجأة ببراءته من عدم وجود كائنات فضائية أو نشاط خارج كوكب الأرض. لحظات سبقت واقعة ظهور الكائن الغريب في ولاية لاس فيغاس كان رسمها المسؤول في المخابرات الأمريكية ديفيد جروش بعثور الحكومة الأمريكية على حطام مركبة فضائية سقطت على كوكب الأرض. مفاجأة أراد أن يجذب بها المسؤول المتابعين بأن هذه المركبة ليست من صنع البشر وأتت من الفضاء، ووجدوا بداخلها اثنين من الفضائيين كانوا في قمرة القيادة. لكن المتحدثة باسم البنتاغون سوزان غوف نفت وجود برنامج أمريكي سري يستهدف جمع حطام الأجسام الطائرة المجهولة. الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يمرر الأمر هكذا، لكنه قد سبق هذه الإعلانات بالاحتفال بالتقاط وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أعمق صورة للكون على الإطلاق، والتي تظهر آلاف المجرات التي تشكلت بعيد الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار عام. فبايدن يصف هذا الإنجاز بأنه التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما أن الصورة هي الأولى التي تصل إليها أمريكا قبل أي دولة أخرى. برأيكم، هل ما تستهدفه الولايات المتحدة الأمريكية من تقدم علمي يجعل الكائنات الفضائية تهبط عليها دون غيرها؟ أم أن ما يحدث ليس أكثر من تكهنات؟